الشيطان عنده سهم، الشيطان عنده سيف. سهم الشيطان شنو؟ شنو سهم الشيطان؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: النضرة سهم من سهام إبليس. عرفت سهم الشيطان؟ نظرة، يا نظرة، نظرة اللي تنظر إلى الحرام. الرجل ينظر إلى المرأة حراما، والمرأة تنظر إلى الرجل حراما. هاي النظرة رسول الله يسميها شنو؟ سهم من سهام إبليس. يقول: النظرة سهم من سهام إبليس، وكم من نظرة أورثت حسرة. كما أن صوت إبليس، الغنى صوت إبليس، موسيقى صوت إبليس، وهاي الدعوات الباطلة، هاي الأحزاب الباطلة، كل أصواتها أصوات إبليس. نعم، عند سلاح. هو هم قرنا لكم قبل أيام أن إبليس لعنه الله يجي من أربع جوانب. هو قال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. من الجهات الأربع يجي يهاجم. إذن يا إخوان ويا أخوات، كونوا على حذر. الشيطان عدو ماكر، عند مكر، عند خدعة، عند خيانة. هذا حرامي، أحيانا الحرامي يجيب فلوسك، ولكن الشيطان ما يبوق فلوسك، الشيطان يبوق الإيمان.